يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يرقي وهو ليس عنده، ما حكم من يرقي والمرقي ليس عنده بل بينه وبينه شاشة تلفاز كأن يكون عبر القنوات الفضائية؟ هذا عبث، هذا من العبث وليس من الرقية. الرقية أن تكون على المريض مباشرة، تنفث عليه وتمسح على محل الإصابة إذا كان غير امرأة، أما المرأة لا يجوز أنك تمسح أو تمسح عليها، لكن إذا كان رجلا تمسح أو أنت مثلا تمسح على محل الإصابة وتنفث عليه. أما من وراء شاشة ومسافة بعيدة، وين يقع النفث؟ هذا يقع وين يروح؟ يعني يروح على النفث والريق مع الشاشة يصل إلى المريض؟ هذا من المبالغات ومن التزيد في هذا الشيء. والظاهر أن المقصود جمع الدراهم، اللي يعملون هذا علشان يأخذون دراهم، لأن بعضهم يتصل ويقول علمني مرضك، ويعلمه مرضه وادفع الدراهم، أرسل الدراهم قبل وعلمني وش مرضك وعلمني وش اسم أمك، ولا أرسل لي شيء من لباسك. هؤلاء مشعوذون دجالون كذابون، لا يجوز إن الثقة بهم أو الاتصال بهم. نعم.